هذا منحنى طبعا شوف الوضع ذا يعمل عشان يعمل له ملكة بطلع بالنسبة لليمين نفسه. طبعا هذا السليم كوفيشنز تمام اللي احنا بنضربه ايش بنضرب نوال الكي قلنا السيجما تساوي كي في ابسلون باور ان هذا هو الكي. بس تلاحظ ان الالمنيوم عالي معناته طول السيلين هاردين يسحقوه ما مشي تمام لانه كان في حاله الاولى 69 جيجا الان 175 جيجا فقط الكي قيمه الكي لانه المواد الاسترين حقها منخفض شويه بال فكلما كان الاسترين عالي في منطقه النظر معناته ان الطاقه اللي تخزن في هذه المنطقه عاليه. نوع من الالمنيوم كذا ندخل بالستيل انواعه 500 850 700 و1200 هذه قيم تقريبيه كلها يا اما تاخذ بالميجا باسكال ولا بالباوند بير انش سكوير يعني بس فارق الوحدات. والستيلين هاردنينج اكسبوننت قيمه الان اللي هو الميل ايضا واحده من خصائص المواد الاسلوب ها الاسلوب معناته 2.15 تقريبيات معناته واحد الشيء يعمل بحث معناته تجي تخلط لك ثنتين مواد وتحسبها بالارقام معناته هناك ضغط معلومات الداتا بيس حق الماتريالز اشتغلوا كذا لانه هذول اللي اشتغلوا في ابحاث علشان ما حددوها لكل المواد معناته اذا معكم بزيت جديد معناته اذا حقان ما يشتغلش يعني تكون مركبه ولا على الله قدرت اكثر من ماده values of key and in vary يعني تتغير according to compositions heat treatments work hardening يعني مش هنثبتت بمعنى الصح لانه قال اقول لك هناك النيل زي ما قلنا احنا النيل واحد يعمل له النيلينج عند 500 درجه واحد عند 550 طيب يكون في فارق شويه في الخصائص. طيب هذا الماتريال شوف كيف طبعا اقول له هذا هيعمل لك مشكله في التصميم تمام لانه كمهندس تصميم الاصل انك تتنبا في الماده ممكن تتعرض للكسر قبل ما يحدث. طيب لكن لما تكون الماده زي كذا فما بتعرفش طبعا ما فيش معايا لاستيك ميدليس ولا شيء مباشره في معايا الابر نت واللي ينكسر عنده مباشره وبالتالي هنا السيفتي فاكتور ضروري يكون كبير علشان نتجنب قطع الماده. واكبر المشكلات تواجههم في التصميم اللي هو يجي هذا الفتيج فتيج اف اي تي اي جي يو اي اللي يترجموا انه لما كنا ندرس البكالوريوس سمى انه يجي هذا التعب هذا لما يكون معك سيركيولر ولودز تمام في حاجه في معك احمال تجلس تروح ترجع يعني مثلا لما يكون حركه البستون ولا زي كده فيولد لك قوة على الكونكتنج رود ولا على الكرانك رود داخل الماكينة هذه القوة تجلس باستمرار لأنه الماكينة داخل السيارة مثلا في مرحلة من المراحل تكون تعمل مثلا 7000 لفة لما تكون سريع 7000 لفة بالدقيقة اوكي فهو يقول لك الفتيق هذا مثلا لو معك صخرة كبير فعلشان تكسرها من روح ضغر اللي تدي قوة كبارة علشان تكسرها لكن يقول لك انا ممكن ادي مطرقه واجلس كذا ممكن تجلس مطرقه 10 ايام 25 يوم ما تقطع صح ولا لا؟ ها هنا المشكله لانه اكثر المواد تتعرض لاحمالات سايكليك او مكرره ريبيتد وبالتالي تنكسر عند احمال منخفضه لذلك اكثر الشغل في التصميم والخصائص الميكانيكيه يهتموا في هذا الموضوع اللي هو هذا الفتيق والجهاز الثاني اللي هو الكريب يسمونه الزحف هذا طبعا تتغير الخصائص حق المواد اذا كانت اذا كنت شغله في منطقه في بحراره عاليه يعني في معك قطعات شغله في مكان في مضخه في معك قطعات شغله في محطه توليد كهرباء درجه الحراره 450 تمام هو داخل المحرك او مثلا زي ما قلت في الغلاعه في محطه القدره ولا زي كذا هناك الظروف تختلف عن الظروف لما تشغلها داخل مضخة أو زي كذا أنا مش درجة حرارة عالية. وبالتالي يتعرضون لإجهادات المهندسين ضروري يتنبؤوا بها أو يدرسوها بعناية قبل. أكبر مشاكل في التصميم اللي هو الفتيج ستريس اللي زي ما قلنا هذا اللي هو مكرر
بحيث انه يحدث يقول لك ان الماده يعمل له كم احمال مكرره، مليون، 10 مليون مره، وبعدها ايش؟ تنهار. وهذه تنبؤ خاصه بالصناعات المهمه جدا. ما وصل انا ادرس من ستيل، الستيل قد رسمت له المنحنى، عارف الابر ليميتس، وعارف التنشير سترينث، وعارف حقول المعادلات كامله. تمام؟ بس لكن اذا تعرض لاجهالات مكرره ممكن بعد فتره معينه ينكسر عند احمال منخفضه. ظهر هذه المشاكل. كيف يعملوها؟ يعني في ابحاث في هذا الموضوع، يعني علم منفصل في الحقيقه. علم هذا الديتال ماتريال وهذا البريتال ماتريال. البريتال يعني عندك اكثر مشكله انه ايش؟ ما تعطيناش ولا تعرف، يعني هي كلها حقا منطقه بلاستيك، ما فيش الاستيك رجال. بس شوف حقا المنطقه تجي ستريس عالي. تمام؟ والديكتاتيليتي قريبا من الصفر. فانت لما تشتري ماده بالمواصفات هنا تصير العكس. انت تصمم على هذه المنطقه. يكون الاستريس منخفض شويه والديكتاتيليتي عالي شويه. علشان توجد ماده الوسط بينها. طيب هنا شوف هنا ادالك التنكريت، مثلا الكونكريت. الكونكريت يعني معناته الخرسانه. الخرسانه يعتبر انه من الكومبوزيت ماتيريالز. ما فيش فرق، تعاملوا معي على هذا الاساس. وهنا الكاست اير الحديد الزهر يعتبر بريتر ماتيريالز. وهناك الماين ستيل اللي هو الحديد المطاع يعتبر ماده الديكتاتيليتي حقها عالية. شوف هنا اليانج ماتيريالز اللي يساوي الستريس على الاسترين اللي هو الاي. بريتر ماتيريالز ار ديزاين اون ذا بيسيس اوف التيميت تنشن مباشرة العالي. ما فيش معايا اليانج ماتيريالز للبريتر ماتيريالز. يعني مش حاجه اسمها يانج ماتيريالز للكونكريت. الاستطاله حقوق يعني يمكن اهمال اللي تحدث قبل ما ينكسر. وايل ديكتايل ماتيريالز ار ديزاين اون ذا بيسيس اوف يلد ستريمز. معناته نصمم هنا. دائما المواد الديكتال لجهاد التصميم اللي المفروض ان احنا نتجاوزه شو هنا. فاذا كان من الستيل، الستيل يتحمل ربما جهاد عاليه، لكن احنا نصممه على 120 عاده ويتحمل 200. فاحنا نصممه عند الريال المدلياس او المدلياس الثانيه صار. بيكوز ذا فولوينج ريزونز. ليش هذا الكلام؟ اول حاجه بلاستيك ديفورميشن تيكس بليس ان ديكتايل ماتيريالز. بيحدث هنا بلاستيك ديفورميشن. نو بلاستيك ديفورميشن ان بريتل ماتيريالز. تمام؟ تنكسر فجأة بدون مطر بدون غيبة. ديزاين ويل بي يوجوالي دان ويذن ذا ليميت اوف بلاستيك ديفورميشن فور بوث ديكتايل اند بريتل ماتيريالز. الديزاين عادة يكون في منطقة التناسب. اوكي؟ بس في حالة الديكتايل يكون عندنا بالامان، لكن هنا ما تقدرش تتربى فيه بطريقة افضل. فور بريتل ماتيريالز التيميت تنشيال ستريك and elastic limits are the same. شوف ما تعرفش حتى مثلا في اللي قبله هذا كانه قريب من الخطين. فمعناته هنا الالتيميت اعلى اجهاد وان اجهاد حق التنشير هو نصه نص النقطه. وبالتالي نصمم على واحد منهم اللي على نقطه تحدث عنده ايش؟ الكسر. ونعمل معاه من امان كافي علشان تمشي معانا. For brittle materials, ultimate tension strain and elastic limits are the same. طيب هنا شوف خلاص السؤال هذا. What is the relation between yield strength and ductility of materials؟ هل هناك علاقة؟ Can there be a material having high yield strength and high ductility؟ طبعا متعكسة. شوف هنا مثلا البلاستيك الاسترين حقان عالي جدا. تمام؟ بس ما يتحملش جهات كثير منخفض. شوف اللي جهات حقان منخفض. ولا تعرف سرون ماتيريالز which is not ductile. Steel wires stretch very little and break steadily. فانت ايش تحصلها هنا مرتفع تحمل جهات كبيره لكن ما من طريق حتى من خضر الدكتاتيليتي. ولذلك حقنا المواد الهندسيه هنا في الوسط. المواد الانجينيرنج ماتيريالز هنا هذه ما تنفعش، يعني ربما تنفع لقليل من الابلكيشنز، وهذه ربما تنفع بابلكيشنز بس ما تتحملش. فالانجنييرنج ماتيريالز او التشالنجز اللي احنا نحتاجه ان احنا نصمم مواد يكون عندها سترينت عاليه وتكتلتي عاليه او على الاقل في الوسط بينهم. تعالوا هنا
فرنت على What is the relation between yield strength and ductility of materials؟ نفس السؤال الآن عشان من هذا yield strength when you apply some stress on a material first it is expands its elasticity عن اللي هو الخطي it will regain its original dimensions if you remove the external force هذا معناته المنطقة الإلاستيكية إذا وقفنا القوة حقنا ترجع لورها الطبيعي زي ما قلنا أمس فسرناها احنا قلنا معناته في بين الذرات الكترو ماجنتيك فورسز تمام ما دام احنا في المنطقة الإلاستيكس معناته القوة المنطقة احنا أصغر من القوة حق الإلكترو ماجنتيكس بين أتومز بين الذرات إذا تجاوزنا هذه معناته دخلنا في منطقة الإيش البلاستيك يعني معناته ما يرجعش فكسرنا هذا الروابط حق الإلكترو ماجنتيك بين الأتومز Dictability, ability of materials which allows them to deform plastically under tension into wires. علشان كده. Note that. ركزوا هنا يقول لك علشان أيهم اللي يستخدمونه في الشد وأيهم اللي يستخدم كمصطلحات مصطلحات هندسية. Dictability is phenomenon ظاهرة for tension force. تمام؟ And malleability is corresponding term for compression force. طبعا كثير في تحليل الجهادات يدرسوا النوع من التنشن بينهم في القوى الحقيقية معظمها تجي compression. معظم القوى الحقيقية اللي تتعرض للجهادات سواء داخل المكان أو حتى في الخرسانة وكذا معظمها تتعرض للجهادات ايش؟ compression. ضغط يعني معناته في لود فوق هذه اللود تمثل بقوة لأنها قوة ضغط. في الواقع أكثر النظر لـ compression force. The ability to create structural materials of high yield strength and yet high ductility بين التنتين has been a dream of material scientists for long time. يعني حال كل واحد قادر تستحقها. لكن أنت ترفع السترينث معناته على حسب الدكتاتلتي وإذا تشي ترفع الدكتاتلتي على حسب الإيش؟ الاستريم وهذا عم شرحناه ايش علاقته بالديسلوكيشنز والامبرفكشنز معناته الدكتاتيلتي عالية معناته الايش بين الديسلوكيشن كثير والامبرفكشن كثير بينما الاستريم المفروض انه تكون بايش لذلك يعني العلاقة بينهم عكسية ما ينفعش ولذلك المواد اللي وسط الان بين هذول ايش تعتبرها المواد الهندسية Which material properties have to be appointed in a material specifications? هذا اللي جانا السؤال الأول. يعني مش ندرس مادة ما الخصائص الميكانيكية الرئيسية اللي هنا الأصل يكون الليست ديال الماتريال. يعني تشي تصنع المادة وتكتب أقل الخصائص بعضها. ما أنا الخصائص أول شيء تبان. اللي هي الخصائص الرئيسية ما يتغيرش. Quantitative engineering stress strain data are used to specify and compare materials properties على شنو تقارن بينها؟ yield strength, tensile strength, elongations. إحنا ضينا جدا أول بينهم elongation 40% كذا. modulus of elasticity. طبعاً الداخل Boiser ratio. Boiser ratio تعتبر property of material. تمام اللي نسبة الاسترين الطولي longitudinal على الرابط. هذه ثابتة لأي مادة وما يوجد أبدا نأخذ الآن required testing equipment اللي هو التنشيل تيست ماشي على شخص حدد هنا لأنه أنت لما تعمل هذا التنشيل اللي حقها العينة ولذلك عادة أقول الجهاز التنشيل تيست ماشين مثلا موجود في الموانع عندما تجي لك عينة من الحديد على حق الانشاءات الأصل أنه المهندسين هناك قطعوا عينات عشوائية وتروح يعملوا لهم فحص قبل ما يسمحوا لهم احيانا يدي لك حديد يكون بريتن ما له التحاقه ما له طبعا ما يتحملش يعني معناته في بغش وقد حدثت يعني في اليمن كثير والان ما فيش رقابه خالص اصلا لكن مثل هذه التستيج هذه مهمه جدا هذا الفحص الفحص هذا تحصله في الموانئ في المطارات في كذا ضروري يكون موجود لاي مواد تشي تستخدمها انا وتوردها انا تاجر او مورد انا دو يقطع وكان في السنوات السابقه قبل ما تجي الحرب وكذا كانوا يرفضوا بعض المواد ترفض في نوع من الحديد انا سمعت الان يعني يكتسر مباشره تخبطه يكتسر معناته انه بريتن
قل معركة مش صح يكون رفض بدولة ثانية يقول لك الله يريد الإيمان. فهنا مشكلة. لذلك هذا التست مهم جدا علشان تدرس هذه الاختصاص طبعا. طبعا هنا الريليشن شيب طبعا في معنى بيرفكتلي إلاستيكس والإلاستيكس وعن بيرفكتلي بلاستيكس وإلاستيك سترينت على الدنيا جميعا. ها؟ طبعا الكومبريشن بروبرتيز هل العلاقات هقل ناظر نستير ولا مش نفسه؟ اذا كان في معانا قوة شد ولا في معانا قوة ضغط؟ طبعا في فوارق بسيطهم ياخذوا المعادلة نفسه لكن هو يقول لك انه القوة اللي نشتي نعمل بها نفس الاستطالة في حالة الضغط تكون اكبر. لماذا؟ يعني انا مثلا اذا اديته جهازات واديته نفس القوة طولتي معناته فيحدث لي عملية استطالة في الطول ونقص في العرض مقدار معين. اذا انا اشتي اعمل نفس الوضع في حالة الضغط في حالة الضغط ايش اللي يحدث؟ يحدث نقص في الايش؟ والعرض يزيد طبعا. لا لكن يقول لك علشان تحدث نفس القوة حق الكمبريشن ضروري تكون اكبر. As the specimen is compressed, its height is reduced and its cross-sectional area is increased. المساحة حق الكروس تزيد لأن أبدلت ضغط. Engineering stress is defined زي ما سيجما يساوي F على A0 المساحة الأصلية original area of the specimen. The engineering stress is defined as H minus H0 على H0 الفارق بالطول على الطول الرئيسي. طبعا سواء H ولا F ما تفرقش معها بالمظ. وليش هيت اوف ذا سبيسمين ات بارتيكولر مومنت طبعا لانهم يعملوا له الجهاد الشد كذا بشكل رئيسي بيعتبروا ناتج لكن ما اتش نوت ستارتنج هيت الارتفاع على الراس. طيب هنا اجابه على السؤال واي ستريس از هاي ان كومبريشن. تمام الان هذا التفسير اقل ضروري يكون التفسير من المحاضره اقل خمس يعني كمهندسين انا اصلا نفسر حاجه علميه أصلاً لما تحدث عملية ضغط للذرات غير لما تعمل لها عملية شد يتكسر الرابط لكن لما تعمل لها عملية ضغط تظهر لها قوة احتكاك تظهر لك مشاكل ثانية. As the cylindrical specimen is squeezed friction at the surfaces in contact with the platen tends to prevent the ends of the cylinder from spreading. Additional energy is consumed طاقة زيادة تستهلك by this friction during the test and this result in a higher applied force. It is also shows up as an increase in the computed engineering test. Stress. طبعا علشان نحسب الاستريس معناته بيطلع اعلى. ده كانت القوة اعلى اللي نحتاجها. فعلشان نعمل نفس الدايمنشنز في الشد وفي المنادى في حالة الضغط نحتاج اكثر. لانه في حالة الضغط تظهر لنا قوة بين المنادى انك تضغطها مع بعض فمعناته تظهر لك قوة احتكاك. قوة احتكاك قبل علشان تضغط فريكشن معناته تحتاج طاقة عالية او تستهلك طاقة عالية نظرا لقوة احتكاك. دي هي البوينت هنا لسه. طيب كان انجينيرنج ستريس ترين كير فور كومبريشن تيست. هذا هو شوف الشكل الرئيسي كذا وهذا الشكل النهائي. هنا الاتش نوت كان طويل وتحول الى ايش؟ صغير. كانت المساحة الأصلية صغيرة والمساحة النهائية تكبرت. ظهر لك فمعناته بدل ما كان القوى بدل ما كان الماكينة حقنا ترتفع على فوق الآن الماكينة بتنزل إلى أسفل. إيش المكافئ بالنسبة للأول عملته؟ إيش المكافئ اللي بيكون هنا؟ ها؟ هنا الثاني علشان تنهار؟ أيوه. أعتقد أنك تستطيع تصل إلى منارة وبعدين تنهار من الوسط. لا حركة باستطالة لكن لما نعمل كومبريشن حتى شوف المنحنى مختلف شوية يعني كأنه فجأة ما مش حاجة اسمها هيك تدري لقد اكتسرت مش بلاستيك رجال شكله مش محدد. شوف طبعا اللي درس الرسم الهندسي يعرف ايش معنى المساقطة معناته هذا القطر هنا الدائرة الداخلية وهنا في الأطراف شوف كيف تحدث العملية فاكد برلينج افكت ان كومبريشن تيست ستارت اوف تيست واحد اند تو افتر كونسيدرابل كومبريشن هاز اوكيورد. Another consequence of the friction between the surfaces is that the material near the middle, المادة في المنتصف, is permitted to increase in area much more than at the ends. تمام؟ المادة في المنطقة هنا
وفي الاركان الركن الثاني ما يحدث ليش عمليه استرتش زي ما في الوسط.